تقاطعنا مع كتل نيابية أخرى على اسم جهاد أزعور كمرشح رئاسي من بين أسماء أخرى اعتبرناها مناسبة وغير مستفزة. الكلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال العشاء التمويلي لهيئة جبيل في التيار الوطني الحر بمشاركة الرئيس العماد ميشيل عون. اللي صار هيدا التقاطع هو تطور إيجابي ومهم. مهم لحتى أول شيء نقول إنه اتفقنا لما الآخرين لهم أشهر عم بيعيروا علينا عدم توافقنا وبيقولوا لنا نحن عنا مرشح أنتم ما عندكم شيء فرجونا شو عندكم صح؟ هلأ بس جينا تنفرجيهم جنوا وهيدا كمان تطور إيجابي حتى ما حدا يتهمنا بالتعطيل لأنه ما كان عنا موقف إلا يا رفض الآخر أو الورقة البيضاء وهيدا كمان الموقف ما بيكفي وهيدا تطور مهم كمان لحتى نقول شغلة أساسية إنه التعويض عن عدم ترشيح أو وصول من يملك الحيثية التمثيلية المباشرة هالتعويض عن غياب هالشي بيكون فقط من خلال اتفاق الكتل الأساسية على دعمه وإعطائه التمثيل اللازم وهالتقاطع طبيعة الحال بيؤدي للتصويت له في حال دعينا لجلسة انتخاب بدل التصويت بالورقة البيضاء هو أكيد مش التصويت للمرشح الآخر المرشح الآخر لو بمواصفاته بيودي للإصلاح وللإنقاذ كونوا أكيدين ما كان عندنا مشكل والورقة البيضاء لو بعدها بتودي للغاية منا كمان ما كان عندنا مشكل فيها ولكننا بالمرحلة الحالية أصبحت تعبير عن عجزنا وعن عدم سعينا لملء الفراغ التقاطع إذن على اسم هو إنجاز ضروري ومهم كتير ولكن هل هو كافي لانتخاب رئيس؟ لا ليه؟ لأنه المطلوب من جهة هو التوافق مع الفريق الآخر من دون تحدي والمطلوب من جهة تانية هو الاتفاق بين المتفقين أو المتقاطعين على الاسم على أمرين أولاً مقاربة الانتخاب وطريقته وإليته وثانياً على برنامج العهد البرنامج الإصلاحي والإنقاذي هو يلي بيوحد الجميع على توجهات وهيدي التوجهات هي أهم من اسم الرئيس كما أشار باسيل إلى أن آخر 3 سنوات من عهد الرئيس عون كانت المواجهة مفتوحة معنا واجهنا وصمدنا والناس بلشت تعترف بخطأها تجاهنا ورجعت تجي لعنا ويلي كبر وقال ما بيحكي معنا رجع مثل الشاطر يحكي معنا وهو اجى لعنا ما نحن محاصرين وما حدا بيحكي معنا فمنرجع منذكر يلي كبر وقال ما بيحكي معنا رجع مثل الشاطر يحكي معنا وهو اجى لعنا مش نحن اسمعوا مش نحن رحنا لعنده لا بالمشروع ولا بالمرشح كله بالصمود وبالرواق وببرودة الأعصاب بيحكوا ونحن منعمل بس نحن ما منتعامل مع بعضنا كلبنانيين ما منتعامل بمنطق غالب ومغلوب ولو واحد خسر رهيناته الداخلية والخارجية وعبر عنا هو بأحسن تعبير نحن بدنا نحتضنه بالوطن وما منريد انه نخسر وما بدنا نخسره ولا الوطن يخسره غالب ومغلوب بتصح بالحرب لغاية ما ينتهي الصراع وبمرحلة البناء لازم الكل يربحه وما يخسر حدا حق الاختلاف مقدس في التيار والتنوع هو ميزته وفرادته ولكن ضمن حدود الالتزام بالقرار تأكيد من باسيل
ما في حزب أو تيار بلبنان في حوارات ونقاشات أكثر من التيار الوطني الحر. البعض بشوف فيها علامات ضعف، وأنا بشوف فيها علامة قوة. حق الاختلاف مقدس بالتيار، والتنوع هو ميزته وفرادته. وبرأيي أخطاء الديمقراطية تتصحح من الديمقراطية نفسها، ولكن الديمقراطية مثل ما بتعني احترام التنوع والآراء، هي بتعني الالتزام بالقرار وبوحدته. ومثل ما حق التنوع والاختلاف مقدس، واجب الالتزام بالقرار هو كمان مقدس. لما مناخد قرارنا منصير كلنا مسؤولين عن نجاحه وعن تنفيذه. يلي بيشعر بحاله انه هو على تناقض مع القرار ومش قادر يلتزم فيه، الحرية تفتح له الباب. الجنرال بيقول وقالنا مبارح انه هيدي الاصوات مش ملك حدا منا، هي ملك التيار. وصحيح انه لا اكراه بالدين، بس كمان لا اكراه بالسياسة. ما منجبر حدا وما منفرض على حدا شيء، ولكن ما حدا بيجبرنا وبيفرض علينا. وتوجه باسيل إلى الرئيس عون بالقول: اطمئن على التيار، طالما هناك فينا نبض وحياة وكرامة وعنفوان.